اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب بيكم في بدايه اولى فقراتنا لهذا اليوم. في الحقيقه طبعا كل الانظار بتتجه نحو القاره الافريقيه وبالتحديد طبعا الجابون اللي انطلقت بالامس النسخه 31 من بطوله الامم الافريقيه. في الحقيقه الحفل جه بسيط ومتواضع، يعني البعض قرر ان هو حفل كان بسيط ومتواضع، لكن طبعا اللافت للنظر هو حضور عدد كبير من الشخصيات الرياضيه الهامه، كان طبعا على راسها رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم عيسى حياته، كمان بحضور رئيس الجابون علي بونجو اللي كان حاضر على رأس المهتمين وكانوا على رأس الحضور في بداية الدورة الرئيس الجابوني. في الحقيقة المباريات بتزخر بمجموعة من المشاركة العربية، مصر إن شاء الله بتشارك بقوة في هذه البطولة بعد طبعا حصولنا على ثلاث نسخ عام 2006 و2008 و2010 وخروجنا للأسف كمان في نفس الفكرة، خروج ثلاث دورات وراء بعض. فأعتقد إن شاء الله عودتنا لهذه الأمم الأفريقية هيكون عودا أحمد زي ما بيقولوا، إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لمصر في الفترة اللي جاية. وفي الحقيقة إن احنا مهتمين جدا جدا إن احنا نشوف المنتخب المصري في أفضل صورة ممكنة. خلينا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ عصام الحسن رئيس تحرير جريدة الهدف، بعد كده ندخل مباشرة في حوارنا. صباح الخير أستاذ عصام، أهلا وسهلا بحضرتك، منورنا يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب. اسمح لي نخرج لتقرير بسيط ونتواصل بإذن الله في هذا الحوار، نتابع مشاهدينا الكرام هذا التقرير. على أمل حصد اللقب الأهم في القارة السمراء يتنافس 16 منتخبا لحصد لقب النسخة 31 من بطولة كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها الجابون. تشهد البطولة مشاركة أفضل 16 منتخبا تأهلوا من بين 50 منتخبا شاركوا في التصفيات النهائية مقسمة إلى أربع مجموعات بواقع أربعة فرق في كل مجموعة. تعد منتخب منتخبات نيجيريا وزامبيا وجنوب إفريقيا أبرز الغائبين عن البطولة القارية، حيث جاء المنتخب النيجيري في المركز الثاني في مجموعته التي تصدرها المنتخب الوطني، بينما حل المنتخب الزامبي في المركز الثالث بمجموعته بالتصفيات. أما منتخب البافانا فلم يقدم المستوى المطلوب من أجل التأهل. ولن يكون طريق التتويج باللقب الإفريقي مفروشا بالورود، حيث سيتطلب الأمر المزيد من التركيز والإصرار في ظل منافسة شرسة ما بين الفرق 16 المشاركة في البطولة. الفراعنة الذين غابوا عن المكان في ثلاث نسخ سابقة بعد الإخفاق في التأهل للبطولة التي أحرزوا لقبها لسبع مرات، بينها ثلاث مرات متتالية في 2006 بالقاهرة و2008 في غانا و2010 بأنغولا، لديهم إصرار كبير على بذل كافة الجهود من أجل تقديم مستوى يليق بالمنتخب صاحب التاريخ العريق في إفريقيا. ونجح المنتخب بقيادة المدرب الأرجنتيني المخضرم هيكتور كوبر في الصعود للكان على حساب المنتخب النيجيري الذي حل في المركز الثاني، بينما حل المنتخب الزامبي ثالثا. ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة منتخب مالي، ثم سيلاقي أوغندا في المباراة الثانية، وستحمل المواجهة الثالثة طابعا خاصا حيث ستكون أمام منتخب غانا الذي هزمه منتخب الفراعنة بهدفين نظيفين في تصفيات المونديال قبل أشهر في الإسكندرية. اهلا بكم جديد، وبجد ترحيبي مره اخرى بضيفنا الكريم الاستاذ عصام الحسن رئيس تحرير جريده الهدف، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك، مشرفنا استاذ عصام. بدايه كده قبل ما ندخل بقى في مصر واندمج بقى في اخبار المنتخب المصري، خلينا نشوف حضرتك تابعت اكيد حفل الافتتاح امبارح، يعني شفنا حفل متواضع وحفل بسيط لكن هو طبعا معبر عن الثقافه الافريقيه الخالصه. شايف حضرتك الحفل كان عامل ازاي؟ انت خلصت الكلام، يعني هو فعلا حفل بسيط جدا. انا شايف انه طبعا ما يرقاش للمستوى العرس الافريقي، كاس الامم الافريقي ده دلوقتي بيحسب اهتمام كبير جدا مش من الدول الافريقيه بس لكن من العالم كله. أيوة. النهارده انت معظم النجوم الافارقه دول بيلعبوا في افضل الانديه في اوروبا. فكان مفروض ان الاتحاد الافريقي وهو بياخد قرار اسناد البطوله ايا كان للجابون او غير الجابون انه يطلع زي ما بيطلع على إمكانيات الدولة في التنظيم، والتنظيم منه جزء حفل الافتتاح، إنه يتأكد إن الافتتاح ده يليق بمستوى البطولة
أو العرس الأفريقي الكبير ده. يعني بيكون فيه متابعة من الاتحاد كمان بيطلعوا على تفاصيل الافتتاح. المفروض طبعا أما هو بيسند البطولة بناء على إيه؟ مش في ملف بيقدم من الدولة المنظمة لكافة أوجه الاستضافة، التنظيم، الملاعب، التذاكر، التدريبات بتاعت الفرق واستضافتها، يعني كل الأمور دي بيبقى فيه لجان من الاتحاد الأفريقي بتعمل عملية متابعة ودراسة كاملة للدولة اللي هتنظم البطولة. زي بالضبط كاس العالم، لما في دولة بتعرض انها عايزة تنظم كاس العالم، الفيفا بيشكل لجان بتتابع الدولة اللي هتنظم ديت ماشية ازاي، خطواتها في التنفيذ ازاي، علشان لو في مرحلة فيها تعثر بيلحقوا يا اما يغيروا المكان يا اما بيساندوا ويساعدوا بيدوا فرصة للدولة دي انها تلحق تنهي الامور كلها بالشكل الامثل. انا شايف ان الاتحاد الافريقي اصبح بيسند للدول مجرد عمليه، مثلا انا 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 اعتقد انها انتخابيه من الدرجه الاولى لاعضاء مجلس الاتحاد الافريقي. يعني ايه؟ هو عايز يجمع اصوات من الدول المختلفه فبيديها تنظيم البطوله دي. طبعا هو بي 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 بيدي شعار انا مش شايفه واقعي، إنه هو بينشر اللعبه في افريقيا. بالظبط كده. طب ازاي يعني؟ هي اللعبه مش محتاجه نشر. هو مش حق كل الدول الافريقيه ان هي تشارك حتى على اي قدر مستوى منها ان هي تشارك بشتى الطرق الممكنه. الجابون يعني ما هياش على القدر التنظيمي وهي الدوله اللي تستطيع ان تتحمل مثل هذا العرس الرياضي الكبير، لكن هو هي دوله افريقيه لابد طبعا ان هي تحظى بكل الدعم. طيب طبق ده بقى على كاس العالم، ما هو او كاس اوروبا. كاس العالم ده موضوع مختلف. او كاس اوروبا او كاس امريكا اللاتينيه. لا انا عايز بس نتكلم كلام على ارض واقع. يا ريت. بمعنى انت دلوقتي ما عندكش المقدره، دوله افريقيه متوسطه المستوى او المعيشه، ما عندكش انك المقدره انك تستضيف 16 فريق، او الفنادق بتاعتك ما تستحملش، او امكانياتها ما تستحملش، او وسائل المواصلات ما تستحملش، او الملاعب بتاعتك مش متوفر فيها عنصر التامين. أو البلد نفسها الأمان بالنسبة للعيبة والوفود اللي جاية، ما كل دي زيارات ماشي موجودة. ماشي يعني. أنا أديها لك مجرد أنك أنت دولة في أفريقيا فبجاملك بيها؟ لا. أنت قد تحمل المسؤولية أو مش قد تحمل المسؤولية، هو ده الواقع. أن أنا لما باجي أقيمك مش مجرد أنك أنت دولة في أفريقيا عايزة عندك الرغبة أنك تنظم، لا، لازم تكون عندك الإمكانيات اللي تساعدك أنك تنظم. ما فيش كده في العالم. دي مشاعر عاطفيه بقى ان احنا عايزين الدول الافريقيه كلها تشارك. طب كلها تنظم. طب ناخد قياس صغير برضه يا استاذ عصام. اتفضل. طب ما احنا لو قسنا برضه على قطر في في كاس العالم، قطر ما كانتش على قد المسؤوليه ان هي ممكن. لا ثانيه واحده. هي بتعمل بنيه تحتيه ماشي، هو بتحاول تجهز، ما فيش مشكله. ده هو حتى في خلاف دلوقتي على موعد الاقامه باعتبار ان الجو غير مناسب للمنتخبات. طيب. الاوروبيه. ثانيه واحده. احنا نختلف او نتفق مع قطر سياسيا، لكن نتفق إن في الناحية التنظيمية الرياضية لا، هم عندهم شكل ومضمون في بطولات عديدة على مختلف الألعاب. دي قضية لازم نسلم بيها. بالنسبة إسنادها لتنظيم كأس العالم، أنت عايز تتكلم على المنطقة دي أو النقطة دي؟ لا أنا مش عايز أدخل في منطقة كأس العالم، أنا بتكلم بس على المقارنة ما بين يعني. لا لا، إحنا شايفين ملف الفساد مفتوح، كل الناس راحت فيه. ملف الفساد بتاع تنظيم قطر لكأس العالم ده ملف لازم ليه ايه محاور رئيسيه تانية. لكن فعلا. امكانياتها في البنيه الاساسيه او التحتيه لا هي كويسه. بالنسبه للمناخ، ما عنصر المناخ ده مش عنصر مهم جدا للعيبه. ثانيه واحده، هو المناخ ده ظهر فجاه؟ هو مش كان يعني لما كانت في لجان بتروح تدرس على الواقع العملي في يونيا اللي هو تنظيم كاس العالم دايما في يونيا ويوليا، ما اكتشفوا ان الدنيا حر في الدوحه؟ لا ماشي، هم تقبلوا، مش في تصويت وفي اعضاء وفي لجان وافقت على الكلام ده؟ في طبعا. احنا قدام امر واقع، اختلفنا اتفقنا قدام امر واقع. اللي يحسم في الموضوع ده مش الفساد، كان الفساد في نقطه التصويت، ادوها ولا ما ادوهاش، جملوها او ما جملوهاش، هي دي القضيه. لكن امكانياتها الماليه الاساسيه تعمل إقامة، عندهم فنادق كويسة، عندهم شوارع كويسة، عندهم ملاعب كويسة،
لكن ان هم جملهم في مناطق تانية دي انا متفق فيها، دي حاجه فيها اختلاف يعني. دي مش هنختلف فيها. لكن احنا بنتكلم على البنيه الاساسيه البنيه التحتيه للدوله. النهارده انت بتتكلم معظم الفرق الافريقيه بتعاني من الاقامه في الجابون، هتقدر تنكر هم لما وصلوا لقوا امكانيات ضعيفه او الفنادق فيها يعني شكوى كتيره جدا في الاقامه. مش عايز اتكلم في المنطقه دي عشان ما وجدش مبرر لاي حاجه بعد كده. طيب خلينا نتجاوز النقطه دي. احنا بنتكلم على حفل افتتاح لازم يليق بكاس الامم، بكاس الامم وبالقاره الافريقيه. انت النهارده افريقيا بتطلع كم محترف في الانديه الاوروبيه؟ كتير جدا. غانا لوحدها مطلعه 32 محترف، غانا لوحدها ماشي. نيجيريا نفس الشيء، الكاميرون نفس الشيء، كوت ديفوار نفس الشيء، تونس والمغرب والجزائر عندها ضخ محترفين للخارج كبير جدا. احنا الدوله يمكن الوحيده يعني، لكن تتصور انك انت فزت 2006 و2008 و2010 وعدد محترفينك لا يتناسب مع حجم بطولاتك. صحيح. يعني المفروض انت كنت تاخد ده دافع انك تصدر مواهب للانديه الاوروبيه، يعني انك تاخد 3 دورات لكاس الامم المفروض يبقى عدد محترفينك على الاقل 30 40. الحمد لله دلوقتي احنا عندنا عدد يعني هو يعني ما كانش عندنا عدد ده في يوم من الايام يعني. طيب خلينا نتكلم على مباراه بالامس. طبعا كانت حفل افتتاح، اكيد كان منتخب الدوله المضيفه او المستضيفه للبطوله كان من ضمن الفرق الموجوده، وكان بيلعب مع غينيا بيساو. تعادلوا طبعا هدف لكل منهما، او مباراه امس كانت الهدف هو الغالب يعني على المباريات. لكن خلينا نشوف منتخب الجابون وغينيا بيساو. طبعا حقق غينيا بيساو التعادل في الدقيقه الاخيره، ادي مفاجاه. شايف حضرتك طبعا الماتش كان عامل ازاي؟ يعني غينيا بيساو مش من ضمن الدول المصنفه حتى ان هي كانت تصعد، دي اول مره تشارك. اتفضل. لكن انا عايز اقول لك حاجه، هي ما كانتش تستحق تتغلب، يعني التعادل مقنع ومرضي للطرفين. لا الجابون عملت ولا قدمت اوراق اعتمادها رغم انها بتلعب على ارضها وسط جمهورها انها تحقق الفوز المريح في بدايه المشوار، وده امر كان منطقي وطبيعي. يعني منظم البطوله بيلعب على ارضه وسط جمهوره، كل الدوافع انها تحقق فوز، لازم تفوز يعني. مع ضد فريق ضعيف او ضد فريق غير مصنف ومشارك او ضد لسه فريق يعني ليس له تاريخ، واخد بالك؟ ولكن انا شايف غينيا لعبت ماتش كويس جدا، عملوا تغييرات كويسه في الشوط الثاني، حققوا التعادل بصوره مقنعه وطلعوا بالنتيجه المرضيه. طيب شايف لو احنا سرنا على نفس النهج ده برضه يا استاذ عصام، شايف ان الجابون هتصعد للدور الثاني ولا هتتوقف عند المرحله الفرق دي؟ الفرق متقاربه المستوى، هي الفرق دي المجموعه دي متقاربه باستثناء الكاميرون، باستثناء الكاميرون كتاريخ وكشكل ومضمون، رغم انها اتعادلت امبارح، رغم انها اتعادلت مع بوركينا فاسو يعني. مع بوركينا، لا بوركينا فاسو اتغيرت بس برضه يعني من بعد 98، من بعد ما بوركينا فاسو. احنا قعدنا نتريق برضه على بوركينا فاسو لما قعدوا اعلنوا انهم هينظموا كاس الامم 98، وقلنا ازاي يعني وموقعها فين في افريقيا وامكانياتها ايه، ومع ذلك وصلوا على فكره السيمي فاينل في 98، يعني وصلوا دول الاربعه رغم الامكانيات، رغم القدرات، رغم ان ما لهمش تاريخ في افريقيا في كره القدم، ولكن من بعد 98 بوركينا فاسو اتطورت جدا، وكانت تنظيمهم وكان تنظيمهم لبطوله كاس الامم 98 بشره خير وافتتاحيه كويسه ليهم في انهم يتقدموا وياخدوا خطوه متميزه خلال ال 15 20 سنه دول، واخد بالك؟ لكن بوركينا فاسو امبارح لعبت ماتش كويس جدا قدام الكاميرون، يعني ما تقللش من مستواها حتى في البطولات اللي بعد كده شاركت فيها. ايوه بس برضه استاذ لما تجيب ايه الكاميرون قدام بوركينا فاسو الخريطه الافريقيه ونلاقي التعادل بالشكل، يعني عارف الاسم نفسه ايه؟ التوازن مش موجود. انا عايز يعني الناس تغير فكرها خالص، الخريطه الافريقيه اتغيرت جدا 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 يعني. خلاص يبقى لا الكوتيفوار هي الكوتيفوار هي الكوتيفوار، ولا نيجيريا هي نيجيريا، ولا غانا هي غانا. ده أنا كل الناس يعني ما هقول لك الاحسن من كده. اتفضل. انت دلوقتي متفق معايا ان الخريطه الافريقيه اتغيرت جدا طبعا. طيب لما احنا بنعترف وبنقر ان الخريطه اتغيرت، فانت بتجد فرق او منتخبات ما كانتش موجوده في الساحه طلعت وظهرت وتالقت، يعني مالي ما كانتش قبل كده من 20 سنه، او جنوب افريقيا قبل المقاطعه قبل 96 قبل ما تنظم كاس الامم وتنظم بعد كده كاس العالم، كان جنوب افريقيا ليها تاريخ قبل 96؟ لا، وكان في مقاطعه، لكن ظهرت بعد 96 بشكل وصيحه ووصلت 5 مرات لكاس العالم، انت ما وصلت لهمش. انا بديك
منتخب غير لم يكن مصنف من 20 سنة مش كده؟ صحيح. بعد كده بقى مصنف ودخل ووصل عدد مرات انت ما وصلت لهاش، فانت لازم تقر وتعترف ان انت في الاول الانجولا ما كانتش مصنفه بالقوه دي، الكونغو ما كانتش مصنفه بالقوه دي، مالي ما كانتش مصنفه بالقوه دي، ولا في التصفيات دي. احنا كنا الاول، احنا الاول كنا بنخاف ايه زمان في السبعينات والستينات؟ كنا بنخاف من مين؟ من كوت ديفوار؟ لا قبل كوت ديفوار لا. كنا بنخاف من شمال افريقيا، المغرب وتونس والجزائر. عقدة العرب دي عقدة يعني، بس اتكسرت. بعد كده ابتدينا نخاف بقى من الكاميرون ومن نيجيريا ومن غانا، واخد بالك، وكوت ديفوار وزامبيا في بعد المرحلة الثانية دي. المرحلة الثالثة اتغيرت، المنتخبات اتغيرت. طيب يعني اتوقع كده كان في مفاجآت في البطولة دي؟ وارد وارد، لأن أنت طول ما في تصدير للمواهب في أفريقيا بيكتسبوا خبرات في الدول الأوروبية. صحيح، دي مدارس مختلفة، هو بيتعلم الكرة على أحدث صيحة، على أحدث موضة. أنا بتكلم بقى باللغة العادية خالص. طبعا طبعا. النهارده اللعيبة اللي طالعة من مالي واللي طالعة من جنوب أفريقيا ومن غانا ومن نيجيريا وكوت ديفوار، دلوقتي في مدارس عالية جدا في أوروبا. المدرسة الإنجليزية، المدرسة الألمانية، المدرسة الفرنسية، ماشي، المدرسة البرتغالية، الأسبانية، ماشي، المدرسة الأسبانية. فأنت دلوقتي أما بتلاقي الـ 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 الاحتكاك ده والخبرات دي بتنقل اللعيبة لما بيجوا يلعبوا مع منتخباتهم بموضوع ثاني خالص، عندهم بقى هم في التوب فورم، موضوع ثاني خالص، عندهم أعلى مستوى فني، أعلى مستوى بدني، أعلى مستوى ذهني، أعلى مستوى في الثقافة الرياضية أو الثقافة القروية، واخد بالك أنت. فأنت بتاخد لعيبة ناضجة استوت في حضانات قوية جدا في أوروبا، خدت اللعيبة ديت، الأندية دي خدت لعيبة صغيرة جدا سواء من غانا أو من مالي أو من كاميرون أو أيًا كان، وبدأوا وهم عندهم 12 14 16 سنة بدأوا فاكتسبوا الخبرات دي واحتكوا لا بينتهوا ناشئين جيدين للغاية، ياخدوا صغيرين. طيب خلينا نشوف الشيء المشرف بالنسبة لنا كمصريين. امبارح نحن نشوف طبعًا الحكم الدولي جهاد جريشة هو اللي بيدير حكم الافتتاحية بالنسبة للبطولة، طبعًا هم بالمناسبة هم من ضمن المرشحين الجيدين جدًا إن شاء الله يكون من ضمن الحكام في كأس العالم اللي جاي. أعتقد إن يعني ده تكريم لمصر أولاً، وتكريم طبعاً للتحكيم المصري إن هو يدير مباراة البداية. شايف حضرتك مستوى جهاد كان عامل إيه إمبارح؟ كابتن جهاد كان عامل إيه إمبارح؟ ومستوى التحكيم المصري إن شاء الله يكون عامل إزاي؟ طيب أنا بس هختلف معك في نقطة بعد إذنك، إن إيه هي تكريم للتحكيم المصري؟ من الطبيعي جد ومن البديهي جد إن مصر اللي هي أساس الاتحاد الأفريقي، واحدة من ثلاثة من اللي أسسوا، إن هو يفرز حكام متميزين. إحنا مش عايزين حكم واحد، مش عايزين حكمين، مش عايزين ثلاثة. أنا مش عايز نفرح بحكم واحد، ما ده مش منطق، مش كده؟ لا تاريخ مصر ولا إمكانيات مصر ولا اهتمامنا بالكورة ولا الإنفاق على الكورة في مصر يتناسب مع حكم واحد، تأهلنا بحكم واحد. لا إحنا لازم نصدر في كل بطولة أو نخرج من كل بطولة حكام، زي ما انا بطالب ان احنا نطلع لعيبه كتير جدا في المدارس الاوروبيه المختلفه والاحتراف. ما التحكيم برضه احتكاك، التحكيم برضه يعني احنا محتاجين كده فعلا يعني. احنا محتاجين ان احنا ما ينفعش حجم الاهتمام اللي احنا بنهتم بيه في الكوره او الانفاق اللي احنا بننفقه على الكوره، ها، والتخطيط واستراتيجيه الاوضاع المختلفه من الدوله سواء من الوزاره، وزاره الشباب والرياضه، او من اتحاد الكوره نفسه، او من الانديه الكبيره اللي في مصر، ان احنا نكتفي بالحيز اللي احنا واخدينه ده. ما ينفعش ان احنا نفرح ان احنا وصلنا لمجرد النهائيات، لا ما ينفعش. يعني انت خسرت ثلاث نسخ، خدنا ثلاث نسخ وخسرنا ثلاث نسخ، يعني ما ينفعش. يعني قيس القيمه نفسها والامكانيات نفسها باللي انت وصلت له. صح. لا انا 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 انا, أنا ما يسعدنيش حكم واحد، ده بصفه عامه يعني. انا بتكلم لا انا عايز كذا مساعد، كذا حكم، حتى لو بياخد واحد انت بتجبرهم بقدراتك وفنيات التحكيم عندنا ان انت تاخد اكتر من واحد، تاخد اكتر من واحد. صحيح. ولازم يتاهل لكاس العالم لو انت قدرت بامكانيات. طبعا ما فيش اهتمام في التحكيم في مصر يعني، بس دي قضيه ثانيه نبقى نتكلم فيها بعدين. طيب خلينا نمر على مباريات النهارده مرور الكرام كده قبل ما نروح بقى ان احنا نستغل الدقائق المعدوده بقى للمنتخب المصري. ان شاء الله النهارده في مباراه ما بين الجزائر وما بين زيمبابوي. شايف حضرتك المباراه هتكون ازاي ما بين أسود الصحراء في ظل طبعا القيادة الجديدة اللي موجودين فيها وحظوظهم للفوز النهاردة إن شاء الله؟ المجموعة دي قوية جدا،
المجموعه دي قويه جدا وفيها اثنين عرب يعني فيها اثنين من الاثنين عرب لا وفيها اثنين يعني من من اه من يعني يعني بص تونس والجزائر والسنغال وزيمبابوي اربع فرق قوي واللي هيحط محاذير على زيمبابوي يعني اللي الناس تقول ان زيمبابوي اقل في الامكانيات او اقل في القدرات الفنيه انا بقول لهم لا كل شيء وارد في البطوله دي كل شيء وارد وفي المجموعه دي بالذات كل شيء وارد فماتش الجزائر وزيمبابوي لا محدش يحسبها ان الجزائر فرصها اعلى حظوظها اعلى او فرصها او حظوظها اعلى من زيمبابوي لا طيب لا زيمبابوي عامله ماتش كويس جدا الماتش القاتل الثاني ماتش تونس والسنغال يعني ماتش بقى يعني ده نهائي مبكر يعني بنتكلم على نهائي مبكر تونس والسنغال ده نهائي مبكر جدا يعني في حال احنا نشوف النهارده شايف برضه حظوظ تونس ايه في الماتش ده لا برضه ماتش ملوش ما يعني ملوش اي مقاييس خالص لا ده ولا ده برضه عايز اقول لك ان كنت انت او الناس كلها بتهتم بماتش تونس والسنغال على اساس انه ليهم تاريخ وليهم خبرات وليهم امكانيات وليهم محترفين كتار في اوروبا انا بقول برضه الجزائر وزيمبابوي ماتش هتستمتع بيه والجزائر على فكره في احسن فرصها واحسن وقتها دلوقتي يعني انا شايف احسن كوره بتلعبها في الفترة دي الجزائر طيب هنروح بقى للمجموعة الرابعة مجموعة مصر مجموعة برضو يعني مش هينة يعني تستهينش بيها يعني تقول لك لا أصل مصر يعني جربتهم في التصفيات الخاصة بكأس العالم وبتاع مصر معاها غانا ومعاها أوغندا ومعاها مالي مجموعة يعني مالي الناس بتقول لك لا ده مالي وأوغندا وبتاع لا مالي منتخب صاعد جدا واعد جدا مالي يعني وبيشهد يعني أي واحد طفرة دلوقتي أي واحد يتكلم على تقييم مالي لازم يكون موضوعي في التقييم يعني واللي هيقلل من امكانيات مالي يبقى يستاهل اللي يحصل له بقى لان انا عايز اقول لك ان في سنه 94 كانت تونس بتنظم كاس الامم وكنا بنقابل مالي في اول ماتش واتغلبنا 1-0 وكان الشيخ طه اسماعيل هو اللي كان بيدرب في الفتره دي على ما اعتقد يعني البطوله كانت في تونس و 1-0 يعني فانا عايز اقول لك وكانت بافتتاح برضه ماتش مصر يعني كان مع مالي في مجموعتي طيب واوغندا اخبارها ايه يا استاذ اوغندا اتطورت كتير جدا جدا عن زمان امكانيات وقدرات واحترافيه وكانت عامله معسكر ممتاز جدا قبل ما تروح كاس الامم ديت وانا شايف ان نتائجها كويسه جدا وفرقه ممتازه جدا وكانت في تصفيات كاس العالم برضه عامله شغل كبير جدا معانا في نفس المجموعه واخد بالك لا اوغندا كويسه غانا طبعا مش هتكلم عنها لان تاريخها وامكانياتها وقدرتها وما حدش يقارن غانا بس انا قصدي بجد اسال حضرتك غانا مش هي غانا يعني غانا برضو اللي فات يعني غانا دلوقتي اقل شويه مش لازم نهابهم قوي انت عايز تقارنها من 4 أو 6 سنين أو 8 سنين فاتوا ماشي انا متفق معاك بس انخفاضها وانت كنت زي ما انت يعني انت زي 2006 لا طبعا زي 2008 زي 2010 خلاص المنتخب الذهبي يعني او النجوم هم برضو وكانوا في 2002 وفي 2004 و2006 كان امكانياتهم اكتر زي ما انت حصل طرأ عليك تغيرات هم وتغيير اجيال وتسليم واستلام مواهب وامكانيات ماشي اجيال بتسلم بعضيها فالقدرات هنا كانت اعلى واصبحت اقل شويه نفس الشيء بالنسبه لغانا نفس الشيء بالنسبة للكاميرون على فكرة والكوت وكوت ديفوار المنتخبات الكبيرة يعني مستواها نزل المنتخبات الصغيرة هي الوحيدة اللي قامت تاني زامبيا يعني حصل لها تعثر وجددت وبدأت واشتغلت الجزائر نفس الشيء حصل لها فترة من الفترات دروب حصل لها هبوط ورجعت تاني لا أنا عايز أقول لك حاجة أمتع ما في البطولة الأفريقية في الفترات الأخيرة دي المفاجآت ملهاش حسابات والمفاجآت ايوه انا بقول لك ملهاش حسابات واللي هيحسبها هيخسر طيب استاذ عصام عندي بس نقطتين قدامنا اقل من دقيقه احنا عندنا نقطه ان اصابه شريف اكرامي امبارح في الميران اللي كان في التدريب شفنا اصابه لشريف اكرامي ده طبعا هنتعامل معاه ازاي وعندنا كمان ظهر اعتماد كبير من كوبلر على احمد فتحي في خط الوسط وده كانت يعني من ضمن الحاجات الكبيره وكمان في الناحيه الثانيه الاعتماد على الجهه اليسرى على كريم حافظ طيب بسرعه برضو بالنسبه لاصابه شريف اكرامي انا مش عايز الناس تقف عندها ولا حتى الجهاز الفني المنتخب او الفريق اللي بيشارك في بطوله كبيره
ما بيبصش لكده، لازم يبقى كل امكانياته كل عناصره مستوى واحد. ماشي، هو عنده دلوقتي عصام الحضري انا شايفه ممتاز، واحمد شناوي ممتاز، ولو حصل بقى لا قدر الله ما تعالجش شريف بيجيب عواد، ما فيش مشكله، بس وانت عندك واحد واثنين وثلاثه. ماشي، لكن نقعد نبص تحت رجلينا ونقلق قبل ما نبتدي مش مطلوب خالص. لا يعني مش مطلوب، مش عايزين نتكلم كتير في الموضوع ده. لعيب اتصاب استبعد، لعيب اتصاب هيتعالج، واحنا في المشوار البطوله طويله، الدنيا ما بتقفش على حد، ما بتقفش يعني على لعيب او اثنين او ثلاثه، فانت اشتغل وربنا يوفقك. فانا مش عايز نخوض ونرعب الناس ونرعب الفرقه واللعيبه والجهاز ونبتدي نحط بقى مبررات لاي حاجه. لا، ركز واشتغل، والفريق كبير كبير بلاعيبته كلها. صحيح، مش بلاعيبه معينه ولاعيبه، لا، في الاول وفي الاخر اللعبه جماعيه بالظبط كده، يعني فانت ما تقفش عند لعيب واحد. صحيح، خلينا نبص لقدام مش زي الناس التانية. شرفتنا جدا، ان شاء الله يعني نشوفك معانا ونتفائل بيك ان هنحل ان شاء الله مصر واخد البطوله دي، نتمنى ان شاء الله النسخه اللي هي مصر باذن الله. اكون معاكم بصفه شرفتنا دايما استاذ عصام، شكرا لحضرتك استاذ عصام الحسن رئيس تحرير جريده الهدف، شرفتنا جدا استاذ عصام، اهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير مره ثانيه. مستكملين في الرياضه لكن في جوله ونشره رياضيه جديده، هنروح لزميلنا مصطفى مزار، هنكون نشوف اخر الباقه الرياضيه معاه، اكيد طبعا نبتدي بالنسخه البطوله بالامس. صباح الخير يا مصطفى، اتفضل.